بينا بالسرعه دي؟ هو ايه يا ابني اللي كان بينا؟ فتحي قراها باباك وبابايا وخلاص الاثنين ماتوا. بس انا عايش وبحب. يا بابا البدله دي يا بابا، دي بدله الاسره يا ولد، انا مالي مالها؟ تلبسها غصب عنك يا بابا، وحشه وقديمه. انت رايح تخطب تلبس البدله دي؟ يا بابا افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم، انا يا بابا يا فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجودة النهاردة. طيب وركبي اهو رايح اخطب، وحشتيني يا زبيدة. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانية كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيدة. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخني، انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزة، بيت يا لوزة. أيوة يا ستي. تعالي يا بيت، إيه اللي مرمي على الأرض ده؟ دي مية يا ستي، أنا لسه مسحة. أنت إيش عرفك أنت؟ مية إيه؟ ده عمل معمول لي، امشي هاتيلي شوية ملح عشان أفسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. إلهي يخرب بيتك يا وليها يا أم عاطف، تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا ولي دي خرب. هات يا بت، هات يا بت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم، امسك يا بت واقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب، لحسن كتاب الله. امسك دماغك ده هي واحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي، عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعة بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسأل علينا، هو في حد بعد ابوكي ما مات سأل علينا غيره؟ شوف بقى، انا عاملة النهاردة صينية مكرونة بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تسأليني انا. اسألك انت ليه؟ هو انت غريبة؟ انما هو غلبان يا حبة عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت، انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفرة اقعد العب شوية على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. تعالي اترسي اقعدي، حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. عندك بنت انت حره، اللي ياكل على نفسه يبقى بس. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس اربع عيش. انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني، دي مسؤوليه. ولعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه، روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه، هتاكل منك حتة. الله، منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. راح فين يا نواه؟ رايحة كوافة. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي. مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا.
سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي امك دي جايبها لك يا راجل يا حمار. استنى عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق جنب. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب؟ ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان انت كده ما تتكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا اترزح. ايه ايه انت بتبني لك على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. تيمور يا تيمور 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 يا تيمور. تعالى هنا. لا كان معايا واحد صغير بس انت عارف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا بابا انت تيمور يا انا للاسف. يا بابا اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بأمرها. خدي ورشي شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. الشبرة ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. الشبرة البيت الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضرب ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف فتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تعالى ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفالة الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا ايوه بابا عيني. يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بيننا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارب. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه، حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استنى استنى من يا عم، احنا طبق فول؟ ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعة احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي فيكم ده؟ ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي. انا مالك جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح؟ شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هاني. انا قلت والله انه لا يجوز. الولايه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتنا. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني. انت داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني من زمان. والحاج وجوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيها الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعاظم القوم. اعاظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متكلف. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بستعملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية الكلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تغيرش عني أنا. فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هاتلي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقيت انا اموت فيها يا عم. بنهزر.